I'm Doha Ibrahim, and I'm Alison Maurice. We're both from Egypt. We're architects and urban researchers. We've been working in Cairo for about a year. We had the incredible opportunity last summer to travel to Tunis and to work with the amazing Layla Ben-Gacem and her team, Iman and Rahuma, and to tour the Medina. And we're going to be talking to you about it throughout this video. أول فضاء عمل مشترك موجود في المدينة. أنا إيمان مكلفة بإدارة هذا المشروع. اليوم مش نحكي لكم على دار الحركة اللي هي تتكون من زوز فضاءات. الفضاءات الموجودة في دار الحركة نستعملهم في ورش منظمة من دار الحركة، إلى جانب أنها دار الحركة هي مقر لزوز جمعيات، جمعية رياضية ألترا ماراثون تونسي اللي تنظم كورس بتاع 100 كيلومتر في الصحراء، وعندنا زيادة جمعية كوليكتيف كرياتيف اللي هي كانت مبادرة للشباب في عديد المشاريع في المدينة لإحياء المدينة وللتعريف بها. نذكر منهم الورشة اللي هي موجودة في الحفصية، غادي يقوموا باستعمال المواد غير مستعملة، وزيادة نحكيو على فانتيك اللي هي مشروع الفن الرقمي، تعليم الشباب في المدينة الفن الرقمي، مشروع انترفيرونس من السوشو اللي هو أكبر ولا أول فيستيفال موجود في المدينة بتاع تونس، فيستيفال بتاع ضوء. لهنا زيادة اليوم باش نحكي لكم على مشروع كبير وهام ياسر يربط الرسكلة والاقتصاد الدائري اللي هو مشروع جنينة في المدينة. اليوم باش نعرف لكم بالمشروع هذايا. مشروع الأوربن فارم ولا نجم نسميوه جنينة في المدينة هو مشروع كانت مبادرة من شباب من المدينة، وحبينا نظهروا المشاريع اللي تنجم تخرج من المدينة، مش كان مشاريع تاع تراث، كيف زاد مشاريع تاع بيئة ولا انفيرونمون. المشروع هذايا هو كان مشروع مشترك بين الرسكلة والاقتصاد الدائري. I and my team, Doharis and Sararodi, had this incredible chance to go to Tunisia in this exchange trip to meet the amazing people at HIVOS, Layla Ben-Gacem and Rahuma. On our first day, we met the team, Iman and Rahuma, and they gave us this insight about Layla Ben-Gacem and the renovation project of the two Layla Ben-Gacem houses and the effect of such project in this urban fabric. How this can be a perfect example of how a private-public partnership can work. On our first day in Tunis, we got to meet the incredible team, Layla Ben-Gacem and Iman and Rahuma. And we got to tour Layla Ben-Gacem and we got to understand, they gave us a lot of insight about the socio-economic situation in Tunis. And beyond, let's say, beyond tourist information, that helped us really understand the little anomalies in the city of Tunis. So when we went further down the streets and to really like experience the everyday life of the city, we were able to understand much more and to look a lot more beyond the tourist, let's say, imagery of the city. الحمد لله من دار بنقاسم. دار بنقاسم مش فقط منطقة ضيافة أو بلاصة يجيو على السياح، هي زادة ديما كانت رائدة وداعمة برشا أنشطة في المدينة، أنشطة تربوية، أنشطة ثقافية. نجم نذكر منها دعم المهرجانات اللي يصيروا لهنا كيما انترفيرونس، دريم سيتي. كنا أيضا داعمين برشا أنشطة تربوية كيما صار دينير مع بون الولاد نتاعنا ما ربحوش، اما ان شاء الله المره الجايه هي كانت اتفاقيه تبادل بين منظمتها المنظمه العالميه للمدن، وكان الهدف منها انه تلامذة من مدرستنا الصدقيه يمشيوا
يمشيوا يقراوا غادي في أذربيجان، وبالمقابل يجيونا جماعة من أذربيجان يجيوا يجربوا يقراوا لهني، يسكنوا بحذينا ويشوفوا المدينة نتاعنا. كيما زاد دعمنا الإذاعات المدرسية، حاولنا نلموا شوية فلوس ونعاونوا بها المعاهد بتاعنا اللي هي ناقصة إذاعات باش نوصلوا صوت الشباب اللي مش قاعد يوصل، الشباب اللي يحب يحكي، اللي يحب يوصل كلام. احنا نحبوا نعاونوا الشيء هذا. في دار بنقاسم يهمنا برشا تأثير إيجابي على المجتمع، ديما نحبوا ندعموا المؤسسات الصغيرة اللي حولنا، نجار الحومة، عداد الحومة، نواوري بتاع الحومة. نحاولوا ديما نستثمر أرباحنا في فتح فضاءات جديدة ودعم أفكار الشباب اللي عندهم برشا طاقات مش لاقين من يحطها. It was interesting getting a closer look to Medina and understanding the method that Leila Ben-Gacem applied in Medina. How can a creative industry and supporting creative industry have such impact on the urban fabric and then on the innovation of the architecture of the Medina? I think that creating such circular economy and connection between creative industries and supporting artisans and relating that to renovating architecture and having this module is very successful. حبيت نحكي على الاكسبيريونس مع دار بنقاسم. عملنا plusieurs activités كيما الكومبيتيشن avec des lycéens من أذربيجان. عملنا دي دوكيومونتير على المدينة وبعثناه لهم. عملنا جورنال حكينا فيه على الشاشية وعلى برشا حاجات، وعملنا راديو في الصفقية، وعملنا جو. عملنا زادة دي اكتيفيتي مع دار الحركة كيما فانتيك، تعلمنا منها برشا حاجات وكانت اكسبيريونس يسمح لها. So together with the team in Tunis, we went through exploring the city and finding about this creative and amazing initiatives like Dar al-Asrum, the Safi Gardening Association of Tunis. I think that this specific association has a perfect impact on preserving the fabric of the city and the architecture of the city. It works in a different module that I think that it has no other authority. It works very independently and has authority on itself, on finding other grants and other fundings and working things together to document and preserve the architecture fabric of the city. الخدمات اللي توفرهم دار بنقاسم ما تتمثلش في المتبركة، زاد عنا كل حريف ينجم نقدموا له برنامج خاص بهو، كما ينجم يكون فيه وركشوب كاليغرافي، كوكينغ ليسن ولا بوك بايندينغ وركشوب، ينجم حتى يعمل اون فيزيت غيدي مع جيد من لو جيد لوكو من المدينة. زادا كيف ما ننساوش اللي دار بنقاسم يعني ليكيب تاع دار بنقاسم متلقيه تدريبات ما يخص الدومين هذايا، معناتها باش يزيد يحسن في الخدمه نتاعنا. اون بلوس دار بنقاسم زادا تدعم المهرجانات الثقافيه كيما دريم سيتي، انترفيرونس، اكسيتيرا. يعني ندعمهم مش كان بالبيوت بركه، يعني نجم كل حريف يتمتع بالحاجات اللي يتمتعوا بها من حرفائنا الاخرين. زادة ما ننساوش اللي دار بنقاسم تستثمر باش تخلق فرص عمل جديدة في المدينة. Actually immediately after we came back from Tunis we started a collaboration with a young foundation that's working in Cairo called Aten as in coming in Arabic. We're targeting local donors that are interested in supporting local artisans of the city and with the money generated we're hoping to establish an NGO that can work in this building. This is the Bemoristan. It's one of the oldest hospitals in Cairo, and it's a building that's beautifully renovated, but unfortunately, shut down. We're hoping that it can host even further workshops and host activities and be able to generate profit for the local artisans, and we hope to be able to support their products on the local and the international market, inspired by the model we learned in Tunis. Our plan is to first have our young initiative become hopefully impactful. We have a repertoire already of
little accomplished projects, and we're continuing with incredible local and international partners and contacts like Bluefish. Our amazing collaboration with HIVOS encouraged us to keep trying to apply for more grants and to look forward to more opportunities where we can apply our learnings into projects in historic Cairo, specifically the methodology of public-private partnerships. We hope to keep the exchange trips going, where we can meet with more local actors of different successful projects and get exposed to the technical and operational methods of the interventions in the capital of Tunis, holding meetings and discussions whenever possible about potential projects and applications in Cairo.